تفرجوا معايا واحد الرد ديال واحد الاستاذه على الرجوله الايجابيه ومن بعد غادي نعطي الرد ديالي حتى انا. تفرجوا يا سيدي، المغاربه داروا واحد الحمله مضاده لواحد الحمله اخرى دايرها وزاره الاسره والتضامن، واللي سمتها الرجوله الايجابيه او الترويج لمفهوم الرجوله الايجابيه. دابا الدوله فاقت لهذا المشكل، قالت لك ديال الرجوله السامه، وهي في الحقيقه راه ماشي رجوله، هي راه ذكوريه سامه اللي مأثر على المجتمع واللي خالقه بزاف المشاكل، منها العنف الاسري، منها بحال هذاك الشيء راكم عارفين علاش كنهضروا. المهم الدوله يعني مني فكرات لقات بانها خاصها تروج لواحد المفهوم جديد ديال الرجوله الايجابيه، ودارت واحد الحمله، جابت شي ممثلين وداكشي. بان لي واحد الممثل في المنصه لابس او باغي يلبس الطابليه وزعما باش يدخل الكوزينه يعاون مرتو، يعني هما من يفكروا في انهم يروجوا الرجوله الايجابيه بان ليهم غير داك النموذج ديال الرجل اللي كيعاون مرتو في الكوزينه. فهمت يعني مني فكرت الدوله في شي حلول، هادشي اللي وصلوا لي هاد الساعه. المهم مشكورين، الله وعسى يفيقوا شي حوايج اخرين. دابا كنشوف الحمله المضاده اللي داروا سيادنا المغاربه، دوك اللي ما كانوش باغيين يتزوجوا بموظفات. قالك سيدي الدراري وصلنا الصهد، لا الدراري لا جمعوا راسكم، لا الصهد بدا يوصلنا. ها هذا قال لك واحد المخطط قديم كيهدفوا به لتدمير الاسره المغربيه وطمس الهويه الاسلاميه. دابا اروا لي غير داك مول الهويه الاسلاميه، اروا لي غير هذاك بوحدو، بعدا نهضروا على هذه الجزئيه بعدا هي الاولى. شكون قال لك ان الهويه الاسلاميه او الدين الاسلامي كيقول بان المراه هي اللي خاصها تكلف بالشقه ديال الدار، وهي اللي خاصها تخلى دار باباها، وهي مقابله الصابون والغسيل والجفاف والطياب والتخمال تيتقسم عليها الظهر؟ شكون قال لك اسيدي الملتزم اللي كتهمه الهويه الاسلاميه، شكون قال لك ان الاسلام قال للمراه دير بحال هكا؟ شكون قالها لك؟ قول لي جاوبني. ياك هادوك الشيوخ ديالكم النيت اللي كيضلوا يهضروا على تعدد وشلا تخرميز، كيجيوكم لهادي النيت اش كيقولوا لكم؟ كيقول لك المراه غير ملزمه، غير ملزمه. يا واخيرا وصل هاد الحوار تاع غير ملزمه للمغرب، كندير حاله في مصر. كيقول لك المراه اصلا غير ملزمه انها تقع لك في الدار، بالعكس انت اللي ملزم انك تجيب ليها الخدامه. هادو شيوخكم اللي كيقولوا، الشيوخ رجال الدين هما اللي كيقولوا هاد الهضره، سي با موا. اما علاقه الهويه الاسلاميه بالموضوع، يعني عرفتي بنادم كتحس انه مخربقه ليه الامور في راسو، يعني المفاهيم مخلطه عليه في مخو، ما عارفش راسو حتى علاش كيهضر. ما علاقه الهويه الاسلاميه بالموضوع؟ فهمني، اشرح ليا. هذاك الشيء اللي انت كتهضر عليه ماشي اسلام وماشي دين، هذاك الشيء اللي كتهضر عليه انت راه واحد العرف اللي تكون لعده اسباب، اهمها هذيك الذكوريه السامه، اهمها ذكوريه المجتمع اللي كنضلوا نغوتوا عليها واللي كتجيو تعايرونا بيها وتقولوا لنا راكم فيمينيست وباغيين تخربوا المجتمع. لا سيدي، الخراب جاي من عندكم، الخراب جاي من قبل. ذكوريه المجتمع هي اللي اصلا بدلت في الهويه الاسلاميه. الا 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 الا, إلا, إلا زعما انت بغيتي تحكم على الهويه الاسلاميه اشنا هي، هي شكون اللي كيدخل الكوزينه؟ واخويا الهويه الاسلاميه قالت لك المراه غير ملزم، اذا شكون اللي بدل هذيك الهويه الاسلاميه؟ سير اخويا تفهم معاهم هما، حنا ماشي شغلنا. عرفتي كتبغي غير تفهم ما علاقه ان الراجل يدخل الكوزينه بتدمير الاسره المغربيه او تدمير الاسره الاسلاميه او العربيه او اللي بغيتو، امازيغيه او اللي عجبكم. ما علاقه ان الراجل يدخل الكوزينه؟ دابا واش نتوما كيحسب لكم ان الاسر اللي فيها رجال كيدخلوا الكوزينه كيتعاونوا؟ وانا ما كنحملش الكلمه ديال كيعاون مرتو، لا كيتعاونوا، كاين فرق. كيدخل واحد الراجل الكوزينه كيتعاونوا ما بيناتهم باش كيوقفوا دارهم وباش كي يعني راكم عارفين يتغلبوا على الحياه اليوميه والحياه الزوجيه. واش كيحسب لكم ان الناس اللي كيديروا هادشي كينوضوا كيدمروا الاسر ديالهم؟ شكون قالها لكم؟
شكون قال لكم هاد الهضره هادي؟ شكون دخل لكم هاد الفكره اصلا لدماغكم؟ هذاك الراجل اللي ما باغيش يدخل الكوزين راه كتافو باردين، راه كسول. الراجل راه هو اللي حايد الظل على راسو، وينوض يتكاع عاد يغسل طبسيل ولا كال فيه وكاس ولا كال فيه، وينوض يجمع وينقي بلاصتو، ماشي كيتسنى في المرا ديما تنوض تغسل ليه وسخو. سمحوا لي في هاد الكلمه، دا راه ماشي راجل اصلا، اللي خاصو ديما اللي يتبع يغسل ليه وسخو راه ماشي راجل. ملي كتجيبوا هاد الهضره، ما علاقه هادشي بتدمير الاسره؟ ما علاقه ان الانسان يكون نقي وكيحيد الظل على راسو، كينوض يغسل، كينوض يصبن، كينوض يطيب ما ياكل، ما يتسناش المراه حتى تنوض طيب ليه؟ ما علاقه ان الانسان يكون بحال هكا بتدمير الاسره؟ انا شي حد يفهمني هاد الفيلم كيفاش. ودابا غادي نهضروا على الرجوله الايجابيه اللي كتروج لها الحاليين التلفازه المغربيه. شنو هي الرجوله الايجابيه؟ وان كيقول ان الرجل خاص يعاون المراه ديالو، يعني المراه ديالو، ما يبقاش دوك الحزازات بين الرجل والمراه، ما يبقاش دوك الصراعات حق الراجل اللي خصو يحكم، لا حق ما هادي لا ما هادي لا ما هادي. ناضوا شي 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 جروبات فيسبوك وداك الشيء، داروا حملات مضاده ضد هذه الرجوله الايجابيه اللي كيروجوا انهم حق ما حق راه غادي تهدم المنظومه الاسريه الى درنا ما يسمى بالرجوله الايجابيه، لان هنا كتولي الليغاليتي او المساواه بين الرجل والمراه. ودابا انا غنعطيكم الراي ديالي الشخصي على هذه القضيه هذه، وغادي نعطي الرد ديالي على الاخت. اول حاجه خصكم تعرفوا باللي من يلاه بدات الخلقه الانسانيه، من يلاه هبط ابونا ادم وحواء، كان الراجل عنده مهام والمراه عندها مهام. شنو هو المهام ديال الرجل؟ هو ان الرجل كان كيخرج كيصيد وكيجيب لمرته ما طيب، هادي منذ القدم. يمكن لك انك تقلبي في الحفريات، يمكن لكم انكم تشوفوا يعني كيفاش كان الانسان القديم كيعيش، كان بحال هاد، كانوا كيعيشوا بهذه الطريقه هذه. المراه كتهتم بالمنزل وكتهتم بالزراعه، حيت كيقول لك اول ما اكتشف الزراعه المراه ماشي الرجل، وكانت المراه هي اللي كانت كتزرع وكتمشي كتقابل الوليدات ديالها وكتقابل الدار ديالها وداك الشيء. علاش كيقولوا مولا الدار؟ بسبب هذا البلان هذا، لان هذا هو البلان. الراجل كان كيخرج بحكم ان ربي خلقه في واحد الليطه ديال القوه، وعنده القوه الجسمانيه وداك الشيء وقوه التحمل، كان كيخرج للغابات وكيصيد. دونك هنا كنكونستاتيو باللي الكروموزومات ديال المراه وداك الشيء غير الكروموزومات ديال الرجل، لا بيولوجيا لا بزاف الحوايج. دونك المراه هي اصلا عندها قابليه انها تعتني بالمنزل، لان عندها ديك قوه الصبر وقوه التحمل ديال المنزل، راه يعني ما يمكنش تكون عند الراجل. يعني الراجل ما يمكنش انك تعطيه الدار يولي يشقى من سفاهل عليها، لان يعني الراجل عنده مهام اخرى اللي هي انه يخرج ويجيب لقمه العيش للمراه ديالو، انه يعيشها ويدخل على الميكا وكذا القفه ياك. يعني في حاله الا كانوا عاوتاني فاهمين مع بعضياتهم، انك الزوج والزوجه، ان الزوجه تخدم والراجل يخدم، هنا كتولي هضره اخرى، يعني كيوليو يقدو فهمتي يتفاهموا على كذا. ولكن المراه راه هي اللي نورمالمون هي اللي غتعتني بالدار ماشي الراجل، لان الراجل ما ترباش من صغره انه يمشي يشقى كذا. ولكن الاخوان، في حاله الا كانت المراه ديالك عيانه مريضه مسكينه ما قادش تنوض وكذا، انت خصك دير داك الشيء، خصك تعاونها في الشقه، خصك تعاونها، لان المراه ديالك في هذه الحاله مريضه، خصك ضروري تعاونها توقف معاها في كوزينه وكذا، ما فيها باس. الا كانت مريضه وما قاداش، ولا كانت عندها الوجه ديال الحمل وكذا، انت خصك تراعي مرتك في ديك اللحظه وتعاونها. واخا دابا حنا نمشيو نديروا الرد ديالنا على هذاك الرجوله الايجابيه. الاخوان نشرح لكم حاجه، الرجوله الايجابيه انا كنقولها ديما، كون راجل والمراه خصها تكون مراه. الراجل خصو يكون راجل مع مرتو، والمراه خصها تكون مراه مع راجلها. المراه تعتني براجلها، انها تهلا فيه، انها فهمتي كذا، الا كان ستريسي هذا. وجا الراجل حتى هو غيعتني بمرتو، هذه هي المنظومه الاسريه. الراجل والمراه خصهم يكونوا فاهمين. وانا اي راجل ولا اي مراه كتفرج فيا، اختاري شي واحد اللي يمشي ليك مع الايديولوجي ديالك والافكار ديالك. الراجل حتى تصير مع مراه اللي تمشي ليك مع الايديولوجي ديالك والافكار ديالك، لان راه ماشي كاع العقول بحال بحال، بلا ذاك التاثير غير ايجابي. دابا نجاوب المراه، انا اللي ما عجبنيش الاخوان في الهضره ديال الاخت هي فاش قالت حق ما حق الا الراجل ما ناش يعاون مرته وما هجش الطبسيل، وديك الهضره اللي يقول فيها راه ماشي راجل. ايوا ما فهمتش انا. دونك انت مزوج بواحد المراه ومرتك نورمالمون خصها تعاونك او تخدم عليك كما انت كتخدم عليها، ملي كتدخل كتخرج وكتخدم وكتحفر وكتجيب ما تاكل هي وليداتك، وانت
دونك حتى هي خصها تخدم عليك راه عادي، وهي كتقول لا انا ما درتش ماشي راجل، هو من صغره ما ترباش بانه يغسل التواصل ولا غينوض ولا كذا ولا كل واحد غادي يدير المهام ديالو. هنا كنولو في دي نيمبورت كوا. دونك بحال انا عايش مع كولوك ديالي مابقاش مرتي على حساب هاد التاثير غير الايجابي ما كنحملوش، كيكون واحد التاثير غير بواحد الطريقه غير ايجابيه على العيال اللي غيتفرجوا في الفيديو والبنات اللي غيتفرجوا في الفيديو، وداك الشيء علاش كثرت العنوسه تكثرات بزاف وكذا، وهذا الشيء غنهضروا عليه في فيديوهات اخرين. فنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو.